في ظل الفوضى الأمنية التي تعصف بالبلاد، تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر أحد المواطنين من أهالي النجف وهو يناشد قائد شرطتها وأهالي المحافظة لإنقاذه من أشخاص هددوه عشائرياً. يظهر في الفيديو الذي ستشاهدونه الآن المواطن عماد العلياوي ومعه أطفاله الصغار يناشد قائد شرطة النجف لإنقاذه من 3 أشخاص قال إنهم هددوه عشائرياً. نشاهد المقطع ثم نذهب بعدها إلى منشورات فيسبوك التي كتبت كرد فعل عليه. أطالب محافظ النجف الأشرف قائد شرطة النجف، أريد من الله ومن عندكم حماية الله وأنتو عم شوفوا جهال راح يقتلون وأنا راح أقتل ومتهجول هاك شوف قدامكم هذول 4 جهال وما أدري إيش أسوي وأنا ساعة شاكر بلا شارد. شوف هاي الطفلة شنو ذنبهم، شوف شلون يبتون شنو ذنبهم هذول الأطفال. مهدد انا وكتبوا على بيتي بطلب عشائري وطلعت وسهم ما تجوني، جوني 3 أشخاص بدوريه اجوني وما عرفت الدوريه شنو، اخذنا رقمها وارد من الله ومن عندكم قال شرطه النجف عدنان الزرف ومروتكم وانا اساس بالساعه بالليل متاخره وارد من الله ومن عندكم حمايه الله حمايتكم. هم 3 أشخاص، واحد اسمه حيدر الحويشي وحيدر الشعباوي وخضر الخالدي، وهاي طفله هاي شوف شنو ذنبها عمرها سنه وردا من الله ومن عندكم، وهذاك الطفل لما مات عندي 4 أطفال وردا من الله ومن عندكم وحماية الله وحمايتكم هذه.